بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. اللهم وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم أخواني وأخواتي، وأهلا مرحبا بكم، حياكم الله جميعا. كنت عادة أعد أنه إذا بستطيع أني أعطي الفكرة عن الخطبة باللغة العربية لما تكون بالإنجليزي راح أبذل جهدي. بعد 40 دقيقة عندي خطبة باللغة الإنجليزية، راح أعطي فكرة عنها باللغة العربية لمن أحب أو لمن كان مهتما. مضمون الخطبة حول مقاييس الله ومقاييس البشر، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام. طبعا أحكيكم على مضمون الخطبة لأنه طريقة طرحها بالإنجليزي يعني سبحان الله، كل لغة إلها 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 روح، وكل لغة إلها فلسفة وإلها منطق وإلها طريقة أداء، يعني ولا شيء يجاري اللغة العربية. اللغة العربية كنز من كنوز نعم الله علينا في الأرض سبحان الله. فالفكرة سبب الخطبة بشكل رئيسي المعايير المزدوجة اللي عم نشوفها بالعالم، وبدي أخذ منها رسالة اللي هو إحنا طبعاً أظن كل العالم بالأيام الماضية كانوا مشغولين، لاحظوا مشغولين بالمليارديرية الخمسة اللي فقدوا في الغواصة. وطبعاً إحنا الآن عم بحكي هذا الفيديو وإحنا عارفين إنه انتهى موضوع الغواصة، ونعرف إنها انفجرت تحت وإنهم ماتوا كلهم وانتهى الموضوع. الفكرة أنا تعرضت بالأمس لحادثة شعرت قديش فعلاً إنه إحنا مضحوك علينا، وقديش الإعلام بتلاعب فيه. يعني الموضوع أنا مدركه بنظر فيه وبحكي فيه، بس كيف شفت حالي بموقف عملي عشته بنفسي للنخاع. طبعا موضوع الغواصة الكل بيعرف فيه، أنا ما بفتح إشي على الفيسبوك بأي طريقة، مش على الفيسبوك آسف، على السوشيال ميديا لأي سبب من الأسباب غير بطلع بوجهي خبر. بفتح أخبار بالإنجليزي بيطلع لي الغواصة، بالعربي بيطلع لي الغواصة، بكبس على الفيسبوك بيطلع لي الغواصة، بكبس على اليوتيوب تطلع لي الغواصة، وين ما رحت كله بوجهي. فأنا الأخبار عرفتها غصب عني مش بخاطري، بحطوا لك أول فيديو أول خبر أول كذا عادي جدا. الله الله لا يبتلينا، وكان الله في عون الجميع، مش هون المشكلة. تخيلوا الغواصة لها 4 أيام تقريبا أظن، أنا رايح بدي أصلي مبارح، طبعا أنا ببثلكم للي بدخل معي أول مرة، أنا ببثلكم من كندا، أنا الآن رايح على صلاة الجمعة لسه، مش ما تستغرب ورا كيف رايح وإحنا بعز الليل. أنا الآن رايح على صلاة الجمعة، أنا بكندا بعيد عن بعضكم 8 ساعات و 9 ساعات و 10 ساعات. المهم فكنت رايح على صلاة المغرب أو العشاء نسيت والله، فأحد الإخوة الباكستانيين بيقول لي براذر يعني معلش لو سمحت بعد الصلاة إنكم تدعوا لل، هو قال لي باكستانيين هيك قال لي، قال لي في قارب عند جهات اليونان كان في 300 باكستاني. أنا ما معي خبر أبدا بالمعلومة للأمانة، مع أني نظريا أعتبر من الناشطين على السوشيال ميديا، يعني بتابع أخبار كتير وبتابع وكذا بالذات أشياء بتهمني، لكن بيجي الواحد بوجهه فبتفاجأ. فأنا قمت، كان يعني الصلاة ستقام خلال دقيقة، ما شيكت ما تابعت تفاصيل، قلت له شو الخبر؟ بيقول لي هيك هو حكى لي، قال لي 300 باكستاني لقوا حتفهم الله يرحمهم بالكذا، إذا بندعو لهم بعد الصلاة بس. فأنا لأنه من أهل المسجد وبعرفه موثوق وبيحضر الدروس ما شيكت وراه كثير، وقفت قلت لهم يا إخوة فلان قال لي هيك، قلت يعني مشان أكون كذا، إنه في حادثة قارب مات فيه 300 باكستاني، هيك أنا بحكي بالحرف، فندعو لهم بالرحمة. وخبرني كمان عن الغواصة أنه فيهم 2 مسلمين وبقول عنهم أنه من الخيرين المتصدقين إلى آخره. فأنا ما خلصت الدعاء دعيت لأموات المسلمين ودعيت وكذا إلى آخره، بتفاجأ إجوا بقولوا لي أنت عم تحكي عن القارب تبع اليوناني اللي كان فيه السوريين والمصريين. قلت له ما بعرف عن سوريين ومصريين، أنا بقول لي باكستانية. قالوا لي لا هذا فيه 650 أو 750 شخص. قلت له أنتم تحكوا عن نفس الإشي. المهم فاكتشفت إنه الموضوع الأسبوع وحوالي 750، وفي شبهة ضخمة جدا جدا بأن السلطات اليونانية تسببت في قتلهم، يعني جريمة قتل لحوالي 1000 شخص تخيلوا، وتخيلوا أنتوا الآن كذا. المهم طبعا تقريبا كلهم مسلمين، 300 باكستاني وال 350 مقسمين بين سوريين ومصريين، الله يرحمهم جميعا الله يرحمهم. فأنا وقفت قلت يا إلهي، أنا اللي أعتبر يعني إلى حد ما بالنسبة لعمري بالنسبة لسني بالنسبة لتخصصي من المكثرين في متابعة ما يحصل في العالم من أخبار، لأني أنا
من النوع اللي بتابع وبعلق وكذا الى اخره، وبتهمني اخبار هذا العالم. 650 مسلم يكونوا ميتين، والله ما سمعت ولا اجى خبر بوجهي. انا ما بدور على الاخبار، انا بس الاخبار اللي بتيجي بوجهي بتابعها. سالت نفسي سؤال، سالت نفسي سؤال الي 4 ايام غصب عني بتابع اخبار، غصب عني بمعنى بتطلع بوجهي باي مجال. فبعض الاحيان من باب الفضول تكبس بس تشوف، شاف لقوها ما لقوها كان تعرف يعني، خاصه الاخبار اللي بتكون بيعملوا لك بطريقه تشويقيه. قلت ولا طلع خبر واحد في وجهي بخمس ايام، والخبر له اسبوع او 8 ايام او اكثر مش عارف. 650 واحد الاعلام غطى عليه تماما. قلت يا الله يا الله، حجم نفاق الاعلام العالمي، يا الله حجم تقصير اصحاب الاعلام الاسلامي في قضاياهم، يا الله حجم التخلف الحضاري اللي عم نعيش فيه، يا الله حجم النفاق الاعلامي العالمي والسياسه العالميه في 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 الكذب في الحديث عن حقوق الانسان وحقوق الانسان. ما في شو. فعمليه انقاذ اشتغل في 5 دول وكلفت ملايين، ما عرفت الرقم، لكن سموها مالتي مليون ريسكيو اوبريشن، عمليه انقاذ كلفت الملايين. ممكن بعد ايامين ثلاثه يقدروا لنا اياها، بس ملايين تخيلوا. بينما 650 واحد وحكومه بطولها بعرضها اوروبيه اسمها اليونان تطلع عليهم هم بيموتوا، ما تحركوا ولا الاعلام فتحتهم كلمه رساله بس يعني. فعلى خطبتي بدي اعلق اليوم، بدي ابعث اكثر من رساله باللغه الانجليزيه. النقطه الاولى انه ما نسمح لانفسنا بسهوله يضل يضحك علينا ينغسل دماغنا. هذه النقطة الأولى، وما تتأثر كثير بالذات في الإعلام العالمي لما يركز على شغلة، ما تسلم نفسك إلها بسهولة، لأنه بالنسبة لهم هذا بهم وهذا ما بهم. الإنسان ما عنده قيمة، كان اللي بهم مين أصحاب الأموال الآن. هذه رسالة. رسالة ثانية طبعا اللي هي لب الموضوع، سبحان الله، صح بالمعنى البشري إحنا فلان عرفوا عنهم فلان عرفوا عنهم، لكن اللي انتقلوا إلى عالم الحق، اللي انتقلوا الآن إلى عالم الحق إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، سواء كان المؤمن أو غير المؤمن منهم، سواء كان المؤمن العاصي وكذا، الحمد لله يكفيهم أن الله يعلمهم. يعني ما بهمهم إحنا نعرفهم وما نعرفهم، وهي نقطة ثانية. إحنا نحزن على التقصير مع بني جلدتنا وبني أمتنا، لكن هم أكيد انتقلوا إلى دار الحق وربنا ريحهم خاصة. وبدي أحكي عن حديث الصحيح والموجود مضمونه بأحاديث كثيرة جدا. الشهداء 7 في رواية، في أو حديث في حديث ثاني، الشهداء 5 من ضمنهم الغرق أو الغريق الذي يموت، المبطون والمطعون والغريق والحرق، يعني بموت بالحرق، وصاحب الهدم يعني اللي بنهدم عليه، يعني بلغتنا الآن الزلازل أو ما يشبهها، والحريق والمبطون هو الذي يموت بداء البطن، يعني بلغتنا الآن الأمراض الداخل الجسم زي السرطان. المطعون، ديروا بالكم، المطعون ليس المطعون بمعنى طعن يعني بالسكين ولا لا، المطعون هنا الذي اصيب بالطاعون، والطاعون هو اللفظ التقليدي في اللغه العربيه لما نسميه الان الوباء، زي الكورونا يعني وباء طاعون، لما يسموه طاعون. الطاعون ديروا بالكم مش مرض بعينه، وانما هو وباء قد يكون بلغتنا العلميه الان وباء الكوليرا، وقد يكون التفريد، وقد يكون الجدري، هاي كلها وباءات، هاي كانت تسمى تاريخيا طاعون بمعنى وباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عم بيعطينا بشارة انه في شهداء بنسميهم بالمصطلح الشرعي شهداء الدنيا، الحمد لله. لكن هي طبعا هي اكثر من رسالة، هي طبعا من ضمن ابرز الرسائل اللي حابة اوصلها للناس من زاوية لا يعنيني كثيرا مين عرف فيه وما عرف فيه كمؤمن. اذا صار انه انا ما اقول الحمد لله في اخرة وفي حساب وفي كذا، والحمد لله في بشارة انه هذا الموت بالنسبة لنا حق، والحمد لله من المؤشرات الظاهرية، لا نعلم الغيب ولا نحكم على الأشخاص بعيانهم، من المؤشرات الظاهرية اللي ربنا أكرمنا فيها عبر حبيب المصطفى وأعلمنا فيها، بأنه من علامات الشهادة. طبعا لو نحكي شهيد دنيا، طبعا نحن في عندنا مصطلح شهيد المعركة له خصوصية عليا، برا شهيد المعركة البقية ينالوا درجة من درجات الشهادة كناية عن درجة مغفرة عالية جدا 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 بسبب صعوبة وشدة طريقة الموت. فهذا في عقيدتنا طبعا، غير المسلم غير المؤمن لا يعني هذا الكلام، لانه لا بيقدم ولا باخر له، هو مش مؤمن بكل اللي بحكيه، فبالتالي ما بيستفيد منه، لانه الشرط الاساسي لانه هذا الكلام ينطبق عليه ان يكون مؤمنا مسلما بحسب الطبعه النهائيه لدين الله سبحانه وتعالى للاسلام. ف
فهذا هذا تقريبا هو مضمون هذول الرسالتين اللي بدي اوصلهم ان شاء الله بخطبه الجمعه اذا حياض الله سبحانه وتعالى للي مهتم فيكم. طبعا انا كالعاده اللي مهتم فيكم يا اخوه يا احبه، انا خطب الجمعه غالبا كل شهر عندي من 4 إلى 6 خطب حسب، لانه بعض الاحيان بخطب خطبتين جمعه في اليوم نفسه بمدينتين مختلفتين، واحيان قليله جدا بخطب 3 جمعه في اليوم 3 جمعه يعني بمساجد مختلفه، لكن الافرج عندي 5 خطب في الشهر ومرات بيكونوا 6، فخمسه من 4 من 5 بالانجليزي وواحده من 5 بالعربي. فاللي فيكو عنده اقرباء اصدقاء غير عرب وغير مسلمين وبيهتم انه يعني يطلعهم على شيء من المعاني الاسلاميه، اذا كنت يعني مرتاح للمنطق اللي انا بطرح فيه الاسلام، فارجوك ساعدني اني اوصلهم لهؤلاء الناس. بعض احيان اللي عم بيسمعوني بعض الاخوه قد يكون متزوج من اخت مسيحيه اجنبيه، يعني سواء شرقيه او غربيه، قد تكون فلبينيه تايلانديه، قد تكون روسيه، قد تكون اوكرانيه، قد تكون رومانيه، قد تكون امريكيه، قد تكون اي شيء غربي شرقي جنوب شرق اسيوي مسيحيه ممن يجوز الزواج فيهم طبعا، وغير مسلمة، وانت مسلم عربي وعم تسمعني فخليه تسمع خطب تتعرف على الدين باللغة الانجليزية اكثر، اذا انت كنت غير مؤهل انك تعرفه على الدين باللغة الانجليزية، لانه اللغة يعني لغة شرح الدين بالانجليزي مش اللغة العادية. يعني انا اللي الي بدرس وبدرس الاسلام باللغة الانجليزية تقريبا حوالي 25 سنة، لو طلبت مني احكي بالطب بالانجليزي ما بحكي جملة واحدة ما بحكيها، لانه قضية مصطلحات. لو طلبت مني احكي بعلم الزراعه ما بحكي جمله، لو طلبت مني احكي بعلم الاقتصاد ما بحكي جمله بالانجليزي، المصطلحات. لكن ممكن 5 ساعات بدون ورقه احكي عن 10 موضوعات متصله بعمق الدين، بالفلسفه، بفلسفه الدين وباهميه الدين وبالعقيده وباثبات وجود الله سبحانه وتعالى باللغه الانجليزيه دون الحاجه لقاموس او توقف او سؤال، لانه مجال تخصص باللغه الانجليزيه. وهذا معناته انت قد تكون طبيب الله يكرمك وزوجتك غير عربية وغير مسلمة، أنت قد تكون عاجز عن إيضاح أشياء دقيقة جدا لها في الإسلام، لأنه لغتك الإنجليزية لغة أطباء فقط. فبالتالي مثلا صديقك زميلك في العمل، الإخوة اللي بيسمعوني من دول الخليج تخصيصا اللي فيها كثير أجانب شرقا وغربا من غير العرب وغير المسلمين، بعض الأحيان قد بهمك أنك تعرفهم، فأنت بتكون عارف شو الفكرة وشو المضمون، وإذا كنت سامع شو الفكرة اللي بدي أحكيها بالعربي فكون عندك تصور تام إذا كانت لغتك الإنجليزية ضعيفة، فبإمكانك تساعدني لأنه إياك تكسب أجر. يعني هاي من ضمن الأمور اللي بنبسط إذا ساعدتوني عليها، لأنه في الأخير أنا بإذن الله إن شاء الله يعني أنا أقوم بهذا جزء من واجبي الأخلاقي والعلمي، نشر العلم والواجب العقدي طبعا على كل مسلم ومسلمة تعلم شيء أنه يبث هذا العلم ما استطاع ذلك سبيلا، فكيف إذا كان مجال تخصصه والأمر الأصل مكرس حياته لأجله. يقف دورنا عند احنا دورنا يبتدئ بطلب العلم ويستمر في طلب العلم والفهم وينتهي عند الإبلاغ. بعد الإبلاغ انت بتساعدنا في التوصيل في النشر في الإلخ. الله يجزيكم الخير. هذا تقريبا خلاصة فكرة خطبة الجمعة بعد قليل. فإذا كنت انت نفسك تعرف عربي وإنجليزي والإنجليزيتك متواضعة او ممتازة لكن في مجال آخر، فإذا بتحب تتابعنا كمان المضمون اللي سمعته مني تسمعه بالإنجليزي كيف بعبر عنه، لأنه عالم آخر ترى، مش ما في ترجمة حرفية عندي، أنا بعطي مضامين. فإذا بتحب تقوي نفسك خاصة تسمع لواحد بيحكي إنجليزي بالعربي، تعرف إحنا اللي بنحكي إنجليزي على كبر إنجليزي ما في عندنا أكسنت، يعني شو عفو آسف ما بنقدر نتقن اللهجة لا الكندية ولا الأمريكية ولا البريطانية، يعني أنت بتلقطنا من 5000 واحد إني أنا بحكي إنجليزي بالأردني، حرف الآر هاي ما بدناش تطعش زيهم، يعني نحولها ل 88 ما بتزبطش معنا، يعني ما بزبطش، واحد بيكون مولود بهاي اللغة. anyway فالاكسنت واضحة جدا جدا علينا، وبتكون بالتالي سهلة عليك لأنه مخك مستوعب اللهجة تبعتي، لأنه وضعي وضعك متشابه يعني. anyway قد فقط يكون في خطوة بيني وبينك اللي هي المصطلحات، مصطلحات المتخصصة في التعبير عن المعاني النفسية العقدية، بعض الأحيان السياسية والعقدية والإلى آخره. وحياكم الله، فصعب جدا علي اشوف اذا في
نوتس بعد تقريبا دقيقة راح أوقف عند إشارة، فإذا حدا عنده ومعي لحتى أوقف السيارة وأنزل على المسجد حوالي 10 دقائق تقريبا. فإذا حد عنده سؤال على الموضوع اللي حكيته الآن، موضوع المعايير المزدوجة والنفاق الإعلامي العالمي في إهمال مئات اللاجئين الله يرحمهم اللي ماتوا، وفي شبهة القتل العمد من السلطات اليونانية أهملهم الإعلام تماما، بينما اهتم بالغواصة اللي فيها 5 مليارديرية لدرجة 24 ساعة عملية كلفت ملايين مملينة، سبحان الله كيف. ومع ذلك يصر هذا الإعلام العالمي على أنه يعني يحتفي بحقوق الإنسان ويحتفي بقيمة الإنسان، كلام كذا كلام فاضي. طبعا إحنا مدركين، لكننا نظلنا نجيب أدلة مشان المخدوعين المساكين اللي أي خبر بتأثروا فيه أو بيصدقوا بسهولة روايات الإعلام العالمي على أنه عنده مصداقية، فسلم لي على المصداقية. يعني هذا هدف من أهداف التوضيح وصرخة وعي إن إنجاز التعبير. وطبعا بتتذكروا الهاشتاج اللي كنت أستخدمه كثير جدا وما زلت، يعني اللي هو معركة الوعي، معركة الوعي. إذا حدا عنده سؤال الله يكرمكم ويبارك فيكم ضعوه الآن خلال 20 ثانية، لأني على وشك أقف عند الإشارة، عشان لما أقف عند الإشارة أقدر أقرأ السؤال بسرعة، لأنه على الهاي واي شبه مستحيل الواحد يقدر يقرأ. طيب سبحان الله الإشارة دائما مسكرة، دائما مسكرة، هلا فاتحة. هاي الإشارة بالذات اللي هي الخروج من الهاي واي والدخول على الشارع الفرعي، يعني 99% من الأوقات بتكون مغلقة، الآن فاتحة. نصيبكم، في بعدها إشارة غالبا تكون مسكرة، نشوف احنا نصيبنا. وإذا ما قدرتش أقرأ راح أغلق البث، وجزاكم الله خير، لا تنسونا من دعائكم. احنا الآن نذكركم بالأيام الفضيلة طبعا اللي احنا فيها، أكيد صرتوا سامعين من مليون شخص، يعني ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قال ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله. هاي الآن في إشارة وقفت عليها بسرعة، ده في سؤال. طيب في سؤال غيره، اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم تذكر لنفسي ولكم يا أخوة يا أحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يعد من ذلك بشيء. بعض العلماء مثل ابن حجر العسقلاني يعني بيعلق شو سبب أفضلية هذه الأيام، إن هي الأيام الوحيدة اللي اجتمعت فيها أركان الإسلام أمهات العبادات كلها بوقت واحد، الحج والصلاة والصيام. يعني فأنت الآن بأيام الحج، فعمالك بتحج وفي نفس الوقت فيها صوم وفي نفس الوقت فيها صلاة وفي نفس الوقت بتقدر تدفع فيها الزكاة، فصدقة وصيام وصلاة وحج، فسبحان الله فاجتمعت فيها أمهات العبادات، بينما ممكن أجزاء منها تجتمع في أشياء لكن بهذه التمام فقط هذه الأيام. هذه من ضمن أسبابها طبعا، وأعظم شيء فيها يوم عرفة، وأعظم ما في يوم عرفة بلغتي أنا فهمي أنا الشخصي هاي، إنه تدريب إلهي سنوي على يوم القيامة. يوم عرفة يا أحبة بخلينا نستعد ليوم القيامة، يوم المحشر سبحان الله. طب هاي عندنا كمان توقف صغير قبل ما ندخل على المسجد، نشوف إذا في سؤال بتعلق بموضوعي، وإلا نودعكم أو نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أوكي. أموركم عجيبة دائما، أماكن هاي أنا بتوقع أقف عندها بقف عندها، طريق مفتوحة، الله يفتح بوجهكم على بركات البث تبعكم، طريق مفتوحة بوجهي. مش قادر أوقف أقرأ شو كاتبين. طيب خلينا خلكم معايا حتى أقف الوقوف التام إن شاء الله بإذن الله. لا
إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طيب نقف ونقرأ إن كان هناك شيء يقرأ. طيب آخر دقيقة إذا في شيء ضروري أجاوب عليه، ولا نستودعكم الله وبعد ثلث ساعة نكون معكم على الهواء بالإنجليزي إن شاء الله. احنا عندنا لسه الساعة البيولوجية بتقلب بسرعة ولا بها وقت لما يسافر الشخص. اخي انا قلت لكم انا بكندا، انا موجود في مقاطعة اونتاريو، الساعة عندي الان 3:30 و5 تقريبا، فالان اخر صلاة جمعة انا الخطيب فيها، فبالتالي اعذرونا بسمع خطبة الجمعة وانتم نايمين. المهتم طبعا. حياكم الله اخت صباح، الله يكرمكم ويبارك فيكم ان شاء الله، شكرا جزيلا لكم. طبعا اي انسان يحتاج للتواصل على الخاص اعتذر لانه العدد كبير ولا استطيع. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.